متوكل، ممكن تكلمنا عن جراحة الأنف؟ جراحة الأنف في الحقيقة هي متعددة، يعني تبدأ من العمليات البسيطة يعني جدا إلى عمليات متطورة جدا بالمناظير. تطورت يعني جراحة الأنف خصوصا بعد ما طلع الإندوسكوب أو المناظير، لكن للعامة يعني جراحة الأنف حاليا ومن حوالي 10-15 سنة تقريبا احنا اوقفنا اي جراحة من غير منظار، عدا فقط جراحة واحدة فقط اللي هي تعديل وتيرة الأنف. لذلك انا انصح كل العامة الناس، اي واحد يحتاج الى جراحة أنف يجب ان يروح لمتخصص، لان حاليا جراحات الأنف 95% منها الان باستخدام المنظار. ابسط حاجة عادة زي ما قلت تعديل وتيرة. فلذلك من الحق علينا ان احنا نبلغ الناس انه ما عاد يتشال او نقدر نستأصل الزوائد الانفيه او اللحميه حاليا الا بالمنظار حاليا، لانه هو امن حاجه حاليا بعد الله سبحانه وتعالى، وافضل شيء يقلل المضاعفات. انما ازاله اللحميه بالطرق التقليديه العاديه اصبح الان اوبسوليت، اصبح الان من الماضي تقريبا. ولذلك لا يقبل اي تدخل جراحي في في في, في جراحه الانف الا الحاجات البسيطه وعمليات التجميل كمان ممكن جدا. لو تكلمنا على عمليات التجميل كمان يفترض ان يكون فيها يعني اويرنس للناس انه يراجعوا او يتابعوا او اللي يجري العمليه متخصص في جراحه الانف، وليس كل جراح انف واذن وحنجره يعمل جراحه التجميل. الان صار فيها متخصصين في الانف ومتخصص من الانف كمان جراحه التجميل، خصوصا طبعا الفرع النسائي يعني. طيب اتصور انه لازم ان يكون متخصصين جدا، والان يعني موجود المعلومات على السوشيال ميديا، على جوجل، على يدخلوا في كل شيء يعرفوا الاماكن اللي هي المراكز اللي يكون فيها الخبره ويكون فيها الامان ويكون فيها التعقيم الصحيح ويكون فيها طبعا مصر يعني رائده في يعني في هذا المجال بالذات يعني. فاتصور انه يعني انه الناس افترض انهم يكونوا واعيين حاليا ما في داعي الا للتخصص، تخصص التخصص المفترض انهم يكونوا متابعين مضبوط عند متخصص في جراحه الانف ومتخصص ايضا في جراحه تجميل الانف. شكرا جدا لحضرتك. Thank you.